بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 74. ألا ويعتبر دور المجني عليه مدافعا للجاني. يشترط في القصاص فيما دون النفس ما يشترط في القصاص في النفس من الشروط الأربعة السابقة. نعم. وذلك أن القصاص فيما دون النفس معتبر له ثلاثة شروط. أحدها كون المجني عليه مكافئا للجاهل، فإن لم يكن مكافئا كالعبد إذا قطع الحر طرفه، أو الذمي إذا قطعه المسلم لا يقطع طرفه بطرفه، لأنه إذا لم تؤخذ نفسه بنفسه لعدم المكافأة فوجب أن لا يؤخذ طرفه بطرفه لعدم المكافأة. إذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطرف لعدم المكافأة بين الجاني والمجني عليه. نعم. الثاني أن تكون الجناية عمدا عدوانا، إن كانت خطأ فلا قصاص مثل ما سبق. نعم. فإن كانت خطأ لم يجب القصاص بغير خلاف، وإن كانت عمدا خطأ مثل أن يضربه بحجر صغير لا يصلح مثله فأوضحت لم يجب القصاص لأنه شبه عمد. كما أن شبه العمد يكون في القتل يكون أيضا فيما دون النفس. نعم. ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض. وقال أبو بكر يجب القصاص ولا يراعى فيه ذلك لعموم الآية. أبو بكر من الحنابلة، يعني من أصحاب المذهب، من أصحاب المذهب له رأي في الترجيح. و... نعم. الثالث الأمن من التعدي، بحيث يمكن الاستيفاء بغير حيث، لأن يكون القصاص ينتهي إلى حد وإلى مفصل. أما إذا كان القصاص ليس له حد ولا مفصل فلا يجوز، لأنه لا يؤمن الحيف أن يزاد في القصاص. نعم. بحيث يمكن الاستيفاء بغير حيف، فإن كان قطع طرف فبأن يكون من مفصل، وإن كان جرحا فبأن ينتهي إلى أرض لم توضحه. وما عدا هذا فالجائفة وما دون الموضحة من الشجار أو فوقها أو قطع الطرف من غير مقصد كقطع اليد من الساعد أو العبد أو الذبل من الساق أو الفخذ فلا قصاص فيه عند أكثرهم. إنما يجب القصاص في الطرف إذا كان يفضي إلى مقصد كالمرفق والكف. أما إذا كان قطع اليد من وسط الذراع أن كسرها وفصلها فهذا لا يجوز القصاص فيه، لأنه لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف فتجب الدية. نعم. لأنه لا يمكن الحكم ما ثبت فيه ولا تؤمن الزيادة عليها، وهو عدم الأمن من الحيف، فكسر العظام ليس فيه قصاص لأنه لا يؤمن الحيف، لكن تجب فيه الدية كما يأتي. نعم. مسألة ولا قرد في الجائبة ولا المعمومة لذلك. الشجاج التي في الرأس إذا كانت جائفة، إذا كانت الشجاج التي في الرأس إذا كانت الجائفة هذه تكون في غير الرأس أيضا،
التي تصل إلى الجوف، يعني الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، شيء مجوف سواء الرأس أو غيره، إلى شيء مجوف، هذه لا قصاص فيها، لأنه لا يؤمن الزيادة والحيض، فيها ثلث الدية كما يأتي ولا قصاص فيها. وكذلك الدامغة وهي التي تفضي إلى الدماغ لكن لا تخرق الجلدة، هذه أيضا لا قصاص فيها، إنما القصاص في الموضحة، الشجة الموضحة وهي التي تنتهي إلى العظم، هذه يجري فيها القصاص، لأنه ممكن أنه يجرح حتى يبدو عظم رأسه كما جرح المجنية عليه، فالحيف مأمون، لأن المطلوب أن يؤخذ منه إلى أن يصل إلى العظم مثل ما فعل بالمجني عليه، ولا يكون في هذا حيف. نعم. ولا طردة الجائفة ولا المهمومة في ذلك، وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي الخريطة، خريطة الدماغ، تخرق العظم، عظم الرأس، وتنتهي إلى خريطة الدماغ، هذه ليس فيها قصاص لأنه لا يؤمن الحيض، لكن فيها الدية، ثلث الدية كما يأتي. نعم. مسألة، ولا خرج في شيء من شجاج الرأس بذلك إلا الموضحة، الشجاج العشر ما فيها قود كلها إلا الموضحة وهي التي تنتهي إلى عظم، أما البقية ففيها مقدرات كما يأتي. نعم. إلا الموضحة لأنها تنتهي إلى العظم، إلا أن يرضى بما أعطى الموضحة بموضحة، لأنه يأخذ دون حقه. لو قال في الدامغة أو المأمومة، لو قال أنا ما أنا بأخذ إلى الدماغ، أنا بأخذ موضحة فقط وأترك الباقي، يقال لا بأس، لأنه يطلب بعض حقه فيمكن من القصاص، فيقتص موضحة، يقتص موضحة لأنه رضي ببعض حقه. أما لو قال لا، أبي القصاص إلى الدامغة وإلى المأمومة، قال لا، ما يؤمن الاستيفاء أن يتعدى. نعم. لأنه يأخذ دون حقه كمن يأخذ الشلاعة الصحيحة وقد قمن الضرر. مسألة، ولا قبض في الأمر إلا من المال وهو ما لان منه دون مصرة الأمر. لو كسر أنفه، كسر العظم، هذا ما في قصاص لأنه كسر عظم. أما لو حزه من المارن وهو ما لان من الأنف، ما لان من الأنف، فهذا يجري فيه القصاص، يقطع منه بقدر ما قطع من أنف المجني عليه. نعم. ولا قبض في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه دون مصدة الأنف، لأن ذلك حد ينتهي إليه فهو كاليد، يجب القصاص فيها إلى الدور. وإن قطع القصبة كان له القصاص في المال وحكومته في القصبة على قول ابن حامد، وعلى قياس قول أبي بكر ليس له قصاص، يعني لا يجمع بين القصاص والدية، إذا قطعه من القصبة، قطع الأنف من القصبة، هذا ما في قصاص. لكن لو قال أنا أبي بعض حقي، أبي قصة من المارن فقط، هذا كما قلنا في الموضحة له يمكن من ذلك، لأنه رضي ببعض حقه فيمكن، يعني يقتص من المارن. لو قال أبي بقية الدية، هذا على خلاف في المذهب، منهم من يقول لا بأس يعطى بقية الدية، ومنهم من يقول لا، لا يجمع بين دية وقصاص. نعم. وعلى قياس قول أبي بكر ليس له قصاص، لأنه لا يجيز الاقتصاص من غير محل الجناية، ولا يجمع في حكم واحد بين دية وقصاص. نعم. مسألة، ويشترط التساوي في الاسم والموضع. اشترط في القصاص في الطرف تساوي في الاسم وفي الموضع، الاسم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذا الاسم، والموضع بأن يتساوى
بأن يكون القطع من مفصل من الكف من المرفق. نعم. ويشترط التساوي بالاسم والموضع، فلا يؤخذ واحد من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بإذنها. نعم. وقيل الأسنان، الأسنان العليا والأسنان السفلى، لا يؤخذ شيء من السفلى بالعليا أو العكس، اختلاف في الموضع، اختلاف في الموضع، بل تؤخذ السن العليا بالسن العليا والسن السفلى بالسن السفلى ولا عكس. نعم. وقيل تؤخذ إحداهما بالأخرى، ولو كسر الثنية فالعليا تؤخذ الثنية العليا فقط، لو قال بأخذ الثنية السفلى لا ما يجوز، اختلاف في الموضع، اتفقتا في الاسم لكن اختلفتا في الموضع، أو قال أباخذ ضرس بدل الثنية، أباخذ ضرس بدل الثنية، نقول لا اختلف في الاسم، هذا ضرس وهذه ثنية، قال كلهن عليا، الضرس عليا والثنية عليا، أنا باخذ ضرس، نقول لا اختلف في الاسم، اختلف في الاسم، هذا ضرس وهذه ثنية. نعم. وقيل تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما تستويان في الخلقة والمنفعة. هذا قول أن الأسنان سواء، العليا والسفلى والأضراس والنواجد والثنايا والضواحك لكن هذا القول فيه نظر، لأن ليس فيه مساواة والمنافع مختلفة، ما في شك منفعة الثنية تختلف عن منفعة الضرس، المنافع مختلفة. نعم. لا لا، اختلاف في الموضع ما هي مماثلة. نعم. ها؟ ما عنده ثنية ما في قصاص، فات محل القصاص، مثل لو قطع يده والجاني ليس له يد، فات محل القصاص. نعم. ولنا أن كل واحدة منهما تختص باسم، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى. وكذلك المنفعة، منافع ما هي واحد، منافع الأسنان ما هي واحد، مختلفة. نعم. فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل، فعلى هذا كل ما ينقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنفرين، لا يؤخذ واحدهما بالآخر لما ذكرناه، اختلاف في الموضع. نعم. ومن قسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين والأسنان، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرناه. نعم. مسألة عالو يكفي. نعم. وش اللي عندك مسألة؟ إياك الأصابع خلهم بعدين. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله، إذا طالب المجني عليه الجاني بتحقيقية الطرف المرفوع فهل له ذلك؟ وهل يلزم إلى الجاني؟ نعم. الخيار للمجني عليه بين العفو، بين العفو مجانا والعفو إلى الدية والقصاص، له ثلاثة خيارات، إن شاء أن يقتص، وإن شاء أن يعفو إلى الدية، وإن شاء أن يعفو مجانا، وهذا أفضل. الخيار إنما هو للمجني عليه أو وليه، وأما الجاني فليس له خيار. نعم. وماذا لو رفض الجاني دفع الدية فقال ليس لك إلا القصاص؟ لا، ما له اختيار، ما له اختيار، إذا اختار المجني عليه وليه الدية يلزم الجاني، أو اختار العفو مجانا يلزم. نعم. فالجاني ليس له خيار أبدا، الجاني ليس له خيار. نعم. إنما الخيار لصاحب القصاص. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، قال أهله
بين خيرتين، فجعل الخيار لأهل المجني عليه. نعم. الحد لا يجب إلا على المباشر، والقصاص يجب بالتسبب. أهم توضيحها مع التفكير حفظه الله. لأن الحد يدرى بالشبهات، أما القصاص هو حق مخلوق. القصاص حق مخلوق يدخله العفو، يدخله طلب المال. أما الحد فهو حق لله مبني على التسامح، مبني على التسامح، وأيضا لا يقبل فيه، لا يقبل فيه المال. لو طلب فيه مال لا يقبل، فيه خلاف، ففيه اختلاف بين الحد وبين القصاص. نعم. قبل ذلك الله إذا أمر شخص عين شخص فهل تبقى عينه ولو ترتب عليها تلف الأخرى؟ لا، ما يترتب عليها تلف الأخرى. من قال هذا؟ ما يترتب عليها تلف الأخرى، ويرجع في هذا إلى الأطباء، يرجع في هذا إلى الأطباء. لو فرض أنه يترتب عليها تلف الأخرى وقرروا هذا فإنه لا يجوز القصاص، لكن ما أظنه يترتب عليها تلف الأخرى، لأن يعني كل عين مستقلة. نعم. لكن لو كان أعور، الجاني أعور ما له إلا عين، والمجني عليه له عينان، فاعتدى عليه، فهل لصاحب العينين أن يقتص من الأعور؟ لأن الأعور إذا فقدت عينه أصبح أعمى، في حين أن المجني عليه ما صار أعمى، صار أعور. هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. لو قطع شخص يد شخص ثم أعيدت إليه بعملية، فهل تقطع يده ثم تعاد أيضا؟ لا، تهدر، تهدر يده ولا تعاد إليه، لأن لو عيدت إليه ما صار للقصاص فائدة، فلا يمكن من إعادة يده، تهدر عليه. نعم. وفضلت الشيخ وفقكم الله، إذا قتل شخص شخصا آخر بتحريقه هذا كما سبق، هل القصاص يتعين بالسيف؟ المذهب أنه يتعين بالسيف، والقول الثاني أنه يفعل بالمجني عليه مثل ما فعل بالجاني، فيحرق كما أحرق المجني عليه، وهذا هو معنى القصاص المماثلة. نعم، هذا كما سبق فيه الخلاف. نعم. اللهم صل على الشيخ. نعم. الإقسام على الله عز وجل في الدعاء وما صيغته، وهل هو إنابة مع الله؟ الإقسام على الله بأن يفعل الإحسان إلى عباده هذا طيب، لأنه من حسن الظن بالله عز وجل، ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فإذا كان الإقسام على الله أن يفعل الإحسان إلى عباده، كأن ينصرهم على عدوهم في المعركة، أو أن يغيثهم بالمطر إذا أجدبوا، فهذا طيب، لأنه إحسان ظن بالله عز وجل. أما إذا كان الإقسام على الله أن لا يفعل الإحسان، مثل والله لا تغفر لفلان، مثل قول الرجل والله لا يغفر الله لفلان، فهذا لا يجوز، لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء أدب وسوء ظن بالله عز وجل، وهذا يحبط العمل، كما في الحديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز الإقسام على الله ألا يحسن إلى عباده، لأن هذا حجر على الله سبحانه وتعالى، وسوء أدب مع الله وسوء ظن بالله، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر منفعة الشفتين وهي الإحساس أم أن ذلك غير معتبر عند القصاص؟ نعم، هل تعتبر منفعة الشفتين وهي الإحساس أم أن ذلك غير معتبر عند القصاص؟ كيف الإحساس؟ الشفتين منفعتهم في الجمال، جمال الوجه وستر الفم، ومنفعتهم أيضا في الكلام والحروف، نطق بالحروف، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فيهما منافع. فتقطع الشفة بالشفة دون نظر إلى إن هذه شفة فيها إحساس أو ما فيها إحساس، كما تؤخذ الشلة بالصحيحة إذا رضي المجني عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان حرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، فلماذا لا ينفصل من الذي عملت الكبدة وقطع يد الميت بعد فرده؟ حرمة المسلم أو كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، المراد بذلك في الحرمة والإثم، لا في الضمان، لا في الضمان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب القصاص في كسر عظام الأموات، وإنما حرم هذا الفعل فقط ولم يوجب فيه قصاصا، ولعدم المماثلة، ما فيه مماثلة بين حي وميت، والقصاص معناه المماثلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطعت امرأة لك رجل فما كيفية القصاص؟ ما فيها شيء، هذه المرأة ما فيها عضو، فيها الدية، هذه فيها دية كاملة، يجب عليها دية نفس كاملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن ظهر الطبيب المسلم تنفيذ القصاص لأي سبب، هذا يرجع إلى ولي الأمر، هذا يرجع إلى ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يوجد وسيلة لتنفيذ القصاص، يوجد وسيلة تنفيذ القصاص بالسيف أو بالقطع الطرف، من صلاحياته هذا. وإن أراد ولي الجناية، ولي القصاص، أنه يقتصه بنفسه لأجل التشفي، ممكن من ذلك. وإذا كان لا يحسن القصاص، أو كان يجب عن القصاص وعن القتل وعن قطع الطرف، فإن ولي الأمر يكل هذا إلى من يقوم به، هذا من صلاحيات ولي الأمر. نعم. هل يقدر المقتص منه عند تنفيذ القصاص؟ إذا قدر ما حصل المقصود، المقصود أن يذوق الألم مثل ما أذاق المجني عليه الألم. نعم، فلا يقدر، إنما يقتص منه بدون تقدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الإسلام حكم يسمى بالسجن المؤبد؟ وإذا كان كذلك هل من دليل؟ سمعت الأثر عن علي وعن إن الذي يمسك الشخص حتى يقتله آخر إنه يحبس، فيه أثر عن الصحابة إنه يحبس حتى الموت. وقالوا أيضا في العيان الذي يصيب الناس بعينه إنه يحبس حتى يموت لأجل منع ضرره عن الناس، لأجل منع ضرره عن الناس. فهناك أشياء في الإسلام فيها الحبس إلى الموت، الحبس المؤبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقالوا لأن الذي أمسك القتيل أمسكه حتى مات، فيمسك هو حتى يموت، لأن هذا قصاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قطع رجل من الفقير هل يقتص من مقصد الركبة ويأخذ على الباقي الأرض؟ كما سبق أنه إذا أراد المجني عليه أن يأخذ أقل من حقه، يعني يقتص من الركبة،
فيمكن من ذلك. وأما أنه يجب له بقية الدية فهذا كما سمعتم فيه خلاف بين الأصحاب، والذي يظهر أنه لا يمكن من هذا لأنه لا يجمع بين دية وقصاص. نعم. وهل ما قطع رجل من نصف الساعة فهل يقتص منه أقل من نصف الساعة؟ إذا رضي المجني عليه يعني يقتص من الكعب فله ذلك لأنه أخذ أقل من حقه. نعم. لا ما يزيد، إذا كان الكسر من وسط الساق فلا يجوز له يأخذ من الركبة لأن هذا أكثر من حقه، لكن له أن يأخذ من الكعب لأن هذا أقل من حقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرت حفظكم الله في الدرس السابق أن المكره إذا زاد اختياره الأخرى صار الأخير مرجئا وينزل منزلة الأعلى. إيه هذا ما في شك إنه إذا كان المكره ملجأ لا اختيار له صار آلة بيد المكره، فيكون القصاص على المكره لا على المكره لأنه صار كالآلة. نعم. نعم. مثلا ألقاه على شخص، أخذ شخص وألقاه على آخر فمات، اندقت عنقه ومات، هذا ملجأ لأنه مسقط ما له اختيار، ما له اختيار، ألقاه عليه حتى كسر عنقه ومات. نعم. رضي الشيخ وفقكم الله، أما قطع كف شخص وأتى آخر وقطع من الجرح ثم سرت الدماء إلى النفس فمات، فهل نقول إن قاطع الكف تقطع كفه وقاطع الجرح يقال لأن دماية الأول لم تفق للنفس بل شرط بجناية الثاني؟ هذا مر بكم قريبا أنه إذا قطع طرف شخص ثم جاء آخر وقتله فإنه يكون على قاطع الطرف القصاص في الطرف ويكون على القاتل القصاص في النفس، كل يؤخذ بجنايته. نعم. فضيلة الشيخ فقط الله، هل من نور شخصا مع مكان يعلم أنه يعقمه فصار عظيما هل يؤخذ على الجاني الدية كاملة؟ نعم، إذا أذهب منه منفعة الإيلاد متعمدا إنه تؤخذ منه الدية، تؤخذ منه الدية. أما إذا كان طبيبا يريد العلاج، ما أراد أنه طبيب حاذق يريد العلاج وأذن له الشخص أن يكويه فهذا لا شيء عليه لأن هذا فعل مأذون وما ترتب عليه فهو هذا جناية الطبيب الحاذق، هذا ليس عليه ضمان لأنه مأذون له بالعلاج، مأذون له بالطب، فإذا ترتب على علاجه وفاة المعالج فلا شيء على الطبيب. أما إذا كان الطبيب غير حاذق أو لم يؤذن له بهذا العلاج فإنه يضمن. نعم. وهل يمكن أن يخصص من الجاني يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه؟ نعم، يفعل به كما فعل بالمجني عليه. نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، إذا خطأ عين كثير فهل فيها قصاص أو فيها؟ فيها حكومة، هذه فيها الحكومة لأن عين الكثير هذه ما لها قيمة، أو إن فيها جمال فقط وليس فيها بصر ففيها حكومة يعني أرش. نعم. إلا إذا كانت العين قائمة، كانت العين قائمة بمعنى أن الحدقة ما فيها خلل، لكن البصر ما فيها بصر، البصر شيء آخر، هذه منفعة، البصر منفعة والعين عضو، فإذا قلع عين الكفيف القائمة فإن عليه الدية، عليه نصف الدية. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول المعلم في مسألة إمساك المقتول؟ قال وإذا اجتمعت معه مباشرة كان الضمان على المباشر كالدافع.
كالدافع مع الحافر. نعم يصير الممسك مثل الدافع مثل الحافر، يصير الممسك مثل الحافر للحفرة، ويصير القاتل مثل الدافع الذي دفعه في الحفرة، فيكون القصاص على المباشر في المسألتين. وأما الممسك فهو مثل الحافر، يصير عليه التعزير كما سبق بالحبس، يعني يحبس حتى يموت. نعم. يكفي.